ألغت السويد معظم القيود المفروضة لمكافحة انتشار وباء كورونا، وذلك بعد تلقيح أكثر من 76% من السكان، وبعد تخفيف التدابير الاحترازية المفروضة تدريجيا منذ سنة ونصف، وتسجيل انخفاض كبير في المنحنى الوبائي. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إلغاء غالبية القيود المفروضة، في مقدمتها الحد الأقصى لحضور التجمعات والعمل عن بعد، شريطة مراقبة الشركات والمؤسسات لتدابير الوقاية من الوباء، مع توصية الأشخاص غير الملقحين والفئات المعرضة للخطر بتجنب التجمعات قدر الإمكان.